جواد المنان الكريم، والصلاة والسلام على النبي المبعوث بالهدى والفرقان إلى كافة الناس ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه القائمين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أشكر الله بداية الذي جمعنا في هذا المعهد الديني الكبير لطلاب العلوم الدينية، ونهني تهنية حارة لأسرة الجامعة المدنية قاسم العلوم شعبان الذين بذلوا جهودهم حتى حصلت لنا هذا المعهد الديني لتعلم الدين، ونشكر الأساتذة الكرام البارعين المخلصين العطوفين الذين صرفوا أنفسهم وأموالهم وجهودهم على تعليمنا وتدريبنا ليلا ونهارا، فسهل لنا أن نبذل أوقات عمرنا في ضوء التعليم النسائي والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المستمعون العظام، إن الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون دينه، فمن مد يديه لنصرة دين الله ينصر الله علينا المساعدة من المالية والمشاورة، ومن تعاون بوقته ومشاورته ودعائه لبقاء هذا المعهد وإعلاء هذا المركز. أتمنى على الله أن يقبلنا، أتمنى على الله أن يبارك لهم في أيادهم العادلة ويؤتيهم الجزاء اللوفى في الدار العقبى إن شاء الله. أيها المستمعون، أنتم تعلمون أن هذا المعهد معهد الدينية مركز الإسلامية ينشر التعليم الديني منذ عام 1975 الميلادي إلى الآن، ونسأل الله أن يديم إلى يوم الساعة. فالعائلة الوديدة منكم أن تعتنوا إليها في كل العناية، وتنعنوا إليها في كل أحيان بالصدقات والتبرعات وغير ذلك من المساعدة المالية. ثبتكم الله على الإسلام والدين، وتقبل الله للمسلمين والأمة. وفي الختام، أدعو الله أن يقبلنا لخدمة هذه الجامعة وأن يقيمها إلى يوم القيامة، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.